واحد يقول انا خادم ونادرت البتوليه ورشحت للكهنوت، والبعض اشاروا علي بالزواج فاعتذرت عن الكهنوت، وحاليا الذين اخدمهم رشحوني للكهنوت. البعض قالوا لي ان سيدنا يعطيك حلم، وانا ضميري غير مستريح لو كسرت النفس. وهل اعطاء الحلم مقدستكم يريح ضميري؟ لا. هقول لك ليه ولا يريح ضميري من الرخ. ليه بقى؟ نحن نعطي الحل والرق في حدود آيات الإنجيل وفي حدود قوانين الكنيسة. خارج آيات الإنجيل وقوانين الكنيسة لا حل لنا ولا رق، بصراحة كده. فأنا أحلك أنك تكسر ندرك، يعني أحلك أنك أنت تخطئ إلى الآية اللي بتقول خير بك انك لا تنذر من ان تنذر ولا تفي، في جمع 5:5. اذا كانوا عايزينك في كهنوت وانت نادر البتولية، ما هو ممكن تبقى راهب وتترسم قسيس بعديها وتجف، او ممكن رسامة كاهن بتول. وعندنا في القاهرة كذا كاهن بتول مرسومين بتوليين. ثم كيف تحيا حياة زوجية بضمير غير مستريح؟ كون متشكك، وإذا كنت أنت متشكك وما عندكش سلام قلبي، كيف تمنح السلام للآخرين وتقول لهم السلام لجميعكم؟ فاقد الشيء لا يعطيه. وبعدين بيقول ملاحظة، سبق أن رسم فلان المدرس بالكلية الإكليركية قسم سائي كاهن وهو بتول، ثم رسم في دير الأنبا بتول. حيث اني خريج الكلية الكركية ومعهد الرعاية والتربية، وحياتي كلها من اجل الخدمة. بس سؤال اسأله قبل الاجابة على سؤالك، يعني مش عايزك تجاوب عليه على انني يعني جاوب عليه في سرك. هل لما نادرت النادي كنت في عقلك ولا بكدش في عقلك؟ هل كنت عارف معنى النذر ولا مش عارف؟ سواء كنت عارف او مش عارف النذر هو النذر. اوعى تفكر فيها تاني. وقول للناس اللي بيقولوا لك كلهم ارجوكوا ابعدوا عني والا انا ابعد عنكم. على رأي قديس إغناطيوس الأنطاكي لما بيقول أخشى إن محبتكم تسبب لي ضررا، أخشى إن محبتكم تسبب لي ضررا.